كلف محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال بقيام السكرتير العام المساعد بالمتابعة الميدانية داخل مواقف الأقاليم بمركزي كومامبو والدروا للاطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة التي تم إقرارها والتأكد بشأن التزام سائقي سيارات السيرفيس بتطبيقها دون أي مغالاة. وقد تفقد السكرتير المساعد مشروع موقف رؤوف والذي تم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة والذي يساهم في حل مشكلة التكدس داخل مدينة كومامبو.